يعني انا رئيس فرقة مرتضى مارتين محمد العبد ويكو. كان بغيت نقدم من هذا الموسم 2023 باش نكونوا احسن فريق ان شاء الله. كنت احسن فريق والحمد لله احنا لدينا عندنا مدرب المستوى كنحملوا له كلشي المسؤوليه اللي نوليو واللعبه اللي جبنا اللعبه في المستوى كنتمنى غنشرف المدينه ان شاء الله وغنشرف الفريق فهمتيني. لهذا احنا كنطلبوا اليد المساعده من اي واحد بغى يدعمنا مرحبا به يدعمنا. احنا واقفين على الدعم كثر الفريق هذا سير ماشي سهل واحنا هذيك العرف الفريق في المستوى ان شاء الله غيكون عندنا لاعبين ممتازين وجينا لاعبين في المستوى وكنتمنى الله يساعدونا ويعاونونا في هذا المستوى ان شاء الله. وكنشكروا جميع الاطر اللي معنا المكتب ولا اللاعبين ولا المسيرين ولا حتى الجمهور كنشكر الجمهور اللي سالنا. سي معن بيبو رئيس فريق النصر، ما هي المشاكل اللي كيعاني منها الفريق؟ حقيقة الشيء اللي قلت لكم كامل زعما كاين ان احنا الفريق يعاني بهذ المشاكل هذي. كنتمنى والله يسلم الناس ينظروا لهذا الفريق هذا. وهذا الفريق دائما كنقول انا ماشي فريق ديالي، فريق المدينة وفريق العمالة. وكنتمنى الله يعملوا اليد في اليد وتعاونوا ونعلوا في المستوى وهذا الرياضة اللي نديروا صفة كاملة ان شاء الله. شي كلمة بحق الإطار الوطني العدوي السابق عدي مرت وابن المدينة مارتين ربان جديد لفريق ديال سمارتي، شي كلمة في حق المدرب ما الإضافة اللي كننتظروا منه؟ عادل المروض بلا ما غاني على التعريف كل شيء كيعرف شكون عادل المروض. عادل المروض ماشي واحد الفريق اللي درب دابا الحمد لله احنا وكان لاعب سبق العام معنا ومعاه كنا طلعنا للبطولتين الأول الهواد الهواد وتعاون معنا مزيان وكنتمناو له الله يعاونوا ويقود بهذا الفريق هذا الى القدام ان شاء الله. حنا طبعا حنا كنلعبوا ماشي غير نلعبوا صافي، حنا كنلعبوا على الهدف ان شاء الله، ماشي غير نلعبوا على نشطوا البطوله وصافي. كنتمنى الله ينظروا لينا ويعاونونا ويساندونا في هذا الفريق. شي رساله اخيره، كلمه اخيره. رساله كنشكر كل اللي ساندنا من المجلس البلدي ولا من مجلس العماله ولا مجلس الجهه ولا باشا المدينه ولا كل شيء. كنتمنى الله يعاونونا ما يسبقوش هذا الفريق والمكتب المسير بخصوص المكتب المسير اللي معايا. كنتمنى لهم التوفيق ونودي يعاونونا كاملين ان شاء الله، نعملوا يد في اليد ونلعبوا الفريق القدام ان شاء الله. نتمنى التوفيق مع كيفو رئيس فريق النصر مارتين هذا الموسم الرياضي المقبل 2023 2048. السلام عليكم، بسم الله الرحمن الرحيم. معكم عادل المرابط مدرب فريق النصر مارتين لكرة القدم. بهذه المناسبة كنشرف على الإدارة التقنية بحكم الثقة اللي وضعوا فيا المكتب المسير وعلى رأسهم سي محمد بيبو، مشكورين على الثقة هذه بحكم يعني ولد مدينة مارتين وعرف فريق نهضة مارتين. جاء الوقت اللي نشرف على الإدارة التقنية ديال الفريق وأنا جيت سعيد باش نكون فهاد الفريق هذا ونتمنى من الله باش يعطي الإضافة. الحمد لله كنتكونوا على واحد مجموعة لا بأس بها، مجموعة اللي تقدر تقول الكلمة ديالها السنة هذه. فهاد الموسم هذا غيكون بالنسبة لنا جد صعب بحكم الفريق عنا هاد السنين هذه. نتمنى من الله باش نكونوا فاء الخير على الفريق. فمسؤولية ماشي سهل باش تشرف على فريق وادة مارتين، مسؤولية كبيرة. نتمنى باش نعطيو الإضافة، نتمنى من الله باش نكونوا قادين المسؤولية. كنتمنى من الله باش يعزرونا جماهير مدينة مارتين وعلى الساكنة يدعموا هذا الفريق هذا اللي عنده واحد المخزون كبير. بغينا نقول لاعبيه هذا الموسم هذا فهو موسم شاق، موسم اللي كينتظرنا موسم كبير. فنتمنى من الله باش نكونوا قادين المسؤولية ونعطيو واحد الإضافة كما قلنا. حنا راهم إشارة الفريق ودائما في الدار الرقم للسراء وهذه بداية إن شاء الله. ونتمنى من الله باش نكونوا خير على الفريق ونعطيو كما قلنا إضافة إن شاء الله. وبالنسبة لهذا الموسم هذا كما شير سي الأخ حافظ فهو يعني تحدي بالنسبة لي ولا اللاعبين، فهو غيكون تحدي كبير بالنسبة لنا. حنا الحمد لله يعني واعيين بالمسؤولية اللي عندنا، لا سطاف لا لاعبين لا مكتب المسير. حنا غنشتغلوا يد واحدة كمكتب كلاعبين كأطر. نتمنى من الله كما قلتي باش
نعطيو الاضافه. عندنا لاعبين اللي متبرسين، عندنا واحد الخليط بين لاعبين شباب ولاعبين تجربه. حنا الثقه اللي عندنا في هاد اللاعبين ثقه كبيره، وعزمي كما قلت لك باش نحققوا نتائج ايجابيه. وحنا كما دائما كنقولوها ماتش بار ماتش، حنا ان شاء الله غنبغيو نزيدوا القدام بهذا الفريق هذا، ولما لا تحقيق واحد النتيجه اللي ترضي المكتب ولا الساكنه ان شاء الله. يا سي كلمه اخيره سي يعني. كلمه اخيره اللي بغي نقولها للساكنه ديال مدينه مارتين والجماهير، فكنتظروا الدعم ديالهم وكنتظروا الدعم ديال السلطات المحليه اللي بصراحه ما يمكنش الفريق يمشي غير بوحدو. هذه رساله للسلطات المحليه باش يأزروا هذا الفريق، يدعموا هذا الفريق باش يقول الكلمه ديالو، لان كما كنقولوا التعاون كيكون بالمدينه كامله، المدينه خصها تتعاون باش الفريق يمشي دار الامان ويحقق نتائج ايجابيه. ومشكورين كما قلت لك الاخوان ديال مكتب المسيرين اللي كيوفروا جميع الظروف هاد الاونه هادي، ونتمنوا منهم باش يزيدوا يشتغلوا ويعاونوا هاد الوليدات ويعاونوا هاد اللاعبين، لان كما قلنا عندهم واحد المقصود كبير وقادرين يعطيوا الاضافه للفريق ان شاء الله. ونتمنى التوفيق لهاد اللاعبين والاداره التقنيه وللمكتب، ونتمنى الخير لهذه المدينه ان شاء الله. نتمنى التوفيق عادل مراد المدرب الجديد للفريق، لان هذا تسمح لي نتمنى له ترد الهيبه ديال الفريق والامجاد ديالو ان شاء الله. ان شاء الله اخ حفيظ، وهذا المبارك نشكرك اخ حفيظ على يعني على دائما حاضر مع الفريق ولا جميع الفرق في مدينه مارتين. كنشكرك هذا المبارك، وتحيه جميع الاعلاميين، ونشكرك اخ حفيظ.